فضيلة الشيخ عطية صقر، أعرف رجلا يقوم بخدمات جليلة وخيرية ويمتاز بحسن الخلق ولكنه لا يصلي، هل نتعامل معه أو نبتعد عنه وعن خدماته؟ وأعرف أيضا رجلا يصلي ويحافظ على الصلاة ورزقه الله مالا كثيرا ولكنه بخيل وسيء الخلق، هل نتجنبه لسوء خلقه أم ماذا نفعل؟ كلا الرجلين مخطئ، وتارك الصلاة معروف حكمه إن تركها جحدا وإنكارا أو استهزاء فهو كافر، وأعماله الطيبة لا تنفعه في الآخرة كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كانت خيراته عادت عليه بالخير فهو في الدنيا فقط، وإن تركها كسلا وتهاونا فقد حكم بعض العلماء بكفره وحكم بعضهم بفسقه، وإن مات على ذلك ولم يتب فأمره مفوض إلى ربه، وإن عذبه في النار فمصيره في النهاية الجنة، وذلك كله بناء على حديث مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. والذي يصلي ولا يستقيم سلوكه مؤمن عاص أضاع ثواب صلاته وردها الله عليه لأنها لم تثمر طيبا في أخلاقه، والله سبحانه يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة كبقية العبادات ليست علاقة خاصة بين العبد وربه، بل لا بد أن ينعكس أثرها على السلوك الشخصي والاجتماعي. وقد نعى الله على من يسهو عن الصلاة فيقصر في أدائها، أو من يسهو عن معناها وحكمة مشروعيتها فلا يكون لها أثر في حياته مع الناس. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقد أكدت الأحاديث هذا المعنى، فقد صح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه. ومن هنا نعلم أهمية الصلاة، فهي أهم أركان الإسلام وأفضلها. والحديث يقول: لا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد. وبهذا يكون التارك للصلاة أو المتهاون فيها والمستغني عنها بعمل البر مغرورا مخدوعا، وكذلك الذي يؤدي الصلاة شكليا دون إحساس بروحها غير خاشع فيها ولا فاهم لمعناها ولا لهدفها هو مغرور بظاهره، يخدع الناس برؤيتهم له محافظا على الصلاة حتى يثقوا فيه. وبعد، فإن العبادات فرضت لتقوية العلاقة بين الإنسان وربه، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس، فإن لم تثمر هذه العلاقات لم يكن لها عند الله وزن. وفي تقديري أن من يصلي على الرغم من سوء معاملته أقل خطرا ممن لا يصلي على الرغم من حسن معاملته، فالأول مع الله ولو بسبب ما، فعسى أن يتوب الله عليه، والثاني منقطع عن الله فهل يصل نفسه به؟ والله أعلم.